نبدأ من الضفة، حيث نفذت قوة الاحتلال عملية عسكرية استمرت أكثر من 14 ساعة في بلدة دير الغصون في طول كرم قبل أن تنسحب هذه القوات من البلدة. مراسلة الميادين أفادت بأن هذا العدوان أدى إلى ارتقاء 5 شهداء ووقوع عدد من الجرحى، وكان مقاومون قد تصدوا لهذه القوات التي قامت بتجريف منزل في بلدة دير الغصون بعد احتجاج جثامين شهداء ارتقوا داخله بنيران الاحتلال. وأشارت مراسلتنا إلى أن الجرافة الإسرائيلية عادت لتجريف المنزل بعد تعرض جنود الاحتلال لإطلاق نار من تحت الأنقاض. وأوضحت مراسلة الميادين أن قوات الاحتلال تزعم أن المنزل المحاصر في طول كرم كان يضم منفذي عملية أدت إلى مقتل مستوطنين في 22 نوفمبر الفائت. هذا البرنامج.